طمنيني إن شاء الله عجبتك الغرفة. إيه عن جد كتير حلوة. هذا من ذوقك. أنا رح حضر الفطور، شو رأيك تتحممي لبين ما نخلص؟ كنت عم استنى هذا اليوم من زمان. العد العكسي لدمارك يا نهار بلش ونهايتك قربت، قربت كتير. وتأكد إنه نهايتك رح تكون على إيدي. من اليوم ما رح أرحمك أبدا يا نهار. ديفيكا؟ إن شاء الله عجبك البيت. البيوت بسكانة مو بحيطانة، واللي ساكنين بهذا البيت ناس طيبين، مشان هيك البيت حلو. بس بصراحة أنا خايفة إنه وجودي عندكم بالبيت يسبب لكم لبكة. أنا ما بدي أسمع منك هالكلام أبدا. أنت ماني غلطانة، الشغلة الوحيدة اللي بتهمني هلأ هي سلامتك، وبقية المشاكل منلاقي لها شي حل بعدين. وكمان السبب يلي خلى أخي يعمل هيك مشاكل ما حدا بيقدر يلومه عليها. الشغلات اللي صارت بآخر فترة خلقت سوء تفاهم، بس أنا متأكد إنه رح يتفهم. إن شاء الله بتنحل عن قريب. تأكدي من هالشي، بعدين اعتبري البيت بيتك، وإذا بدك شي بتخبريني فورا. ماشي. أنا رايح هلأ، خدي راحتك.